كون تدعى تدعى هذه نويات التلقيح لأنها تشبه كأنك تلقح هذا السحاب. الله أكبر. لذلك المطر الصناعي اليوم يعتمد على هذا المبدأ. سبحانك يا رب. يضخون مواد مثل الإسمنت وهي ضارة بالبيئة للأسف يعني. تأتي هذه الأبخرة وتتجمع حولها. القرآن إذا أراد أن يصف لك هذه الظاهرة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أنا أقرأها أكثر مرة كأني أسمعها اليوم. سبحان الله. سبحان الله. أنزلنا إليك. نعم. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر. هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند رب تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. أحبتي الكرام، ويتجدد اللقاء معكم مع حلقات أنزله بعلمه، ونستضيف فيها العالم الدكتور عبد الدائم الكحيل. نرحب به في بداية الحلقة ونقول لك السلام عليكم ورحمة الله دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. وكما تعودنا معكم قبل أن نغوص في أعماق وأسرار القرآن الكريم مع عجائب ورائع الإعجاز العلمي، نبدأ بسؤال يتبادر إلى ذهني الحقيقة بعدما اطلعت على كثير من مقولات بعض المشككين مع الأسف من الشباب. يقول أحدهم: يعني كيف نقبل بقضايا الإعجاز العلمي التي يتحدث عنها العلماء اليوم، وهذا الإعجاز العلمي نزل في القرآن، لكن الذي نزل عليه الإعجاز العلمي كان رجلا أميا، فكيف تقولون بالإعجاز العلمي؟ فما ردكم دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة دأب المشككون على انتقاد أي شيء، وأخطر شيء اليوم في مجال الدعوة إلى الله هو الإعجاز العلمي. لماذا؟ لأنك اليوم أنت في عصر العلم، وهناك سهولة في الوصول إلى المعلومة العلمية. صحيح. وبالتالي فإن الإنسان عندما يرى معجزة علمية تتجلى في القرآن لابد أنه سيقتنع ويعود إلى الله، وتكون وسيلة قوية جدا مثل معجزات الأنبياء التي وقعت في الماضي. نعم نعم. معجزات الأنبياء لم تكن أو ليست مرئية بالنسبة لنا. نعم. نحن لا نستطيع أن نثبت معجزة سيدنا موسى اليوم. نعم. لم نرها. لم لكن نرها. مثبتة بكتاب هي ربنا. مثبتة في القرآن، ولكن لا نستطيع إثباتها علميا. نعم. لا نستطيع إثبات أن سيدنا عيسى عليه السلام أحيا الموتى علميا، ولكننا نؤمن بها ونؤمن بها أكيد. نعم. طيب، القرآن الكريم لو كانت معجزته مثل هذه المعجزات إذن لتوقفت منذ ذلك الزمن، ولم يكن لدينا أي شيء نواجه به هؤلاء الملحدين ونقنعهم ونقيم الحجة عليهم. طب ألا يكفينا معجزته أنه غلب الفصحاء والبلغاء، معجزة البيانية؟ نعم، القرآن فيه إعجاز بلاغي مرعب، يعني شيء خطير جدا إذا نعم. تعمقت به. نعم. سأعطيك مثال بسيط. تفضل بكم. لتدرك أن نبيا أميا لا يمكن حتى على مستوى اللغة لا يمكن أن يتقن هذا الإتقان الذي نراه في القرآن صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان من أشعر شعراء العرب. الله نحن الله. الآن لنفرض لدينا بناء
هندسي جميل متقن. جميل. أنا لدي كمهندس شيئين. أولا التصميم والإحكام وما يتعلق بالأمور العامة. جميل. التي تعطي هذا البناء إحكاما وثباتا. جميل. تصميما قويا ومنظرا رائعا. ولكن هذا لا يكفي، أنا أحتاج إلى التفاصيل. التفاصيل داخل. صحيح. التفاصيل قد يأتيك شخص بروفيسور في التصميم ولكن لا يجيد أن يركب مثلا جهاز تكييف. نعم. ليس خبيرا. نعم. تمام. نعم. إذن أنا بحاجة إلى إحكام شخص حكيم ومصمم عالي، وبالإضافة إلى ماذا؟ إلى شخص خبير بالتفاصيل. جميل. لكي أتم هذا البناء. جميل. طب القرآن الكريم، الله تعالى أراد أن يصف هذا القرآن. لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحدث عن القرآن، هل يستطيع أن يتحدث عنه كبناء بهذه اللغة الحديثة التي نتعامل بها اليوم؟ في سورة هود الله تعالى يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. الله. الإحكام أولا ثم التفصيل. الله. طيب. الله. من لدن عزيز حكيم؟ لا. غفور رحيم؟ لا. سميع عليم؟ لا. من لدن حكيم خبير. الله أكبر. لأنك تحتاج إلى الحكمة. عجيب. والخبرة. عجيب الذي الفاصل توافق. نعم. طب نحن هنا نغوص في دقائق اللغة العربية وتفاصيلها ونجد هذا الإعجاز. فإذا ما صدر من نبي أمي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه، حتى لو كان متعلما لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه الدقة. أكبر. وأنا الآن قرأت أمامك آية. نعم. فكيف إذا قرأنا 6236 آية؟ سبحان من أنزلها. كل آية فيها معجزة. سبحان الله. لا شك في ذلك. لا شك في ذلك. طب ألا يكفينا هذه الأسرار البلاغية والإعجاز البلاغي في القرآن؟ لماذا الإعجاز العلمي؟ القرآن ميزته أنه يعطيك لكل حسب اختصاصي. الله. يخاطب الكل في. نعم. تخصصي. نعم. اليوم دي معجزة في حد. نعم. اليوم هناك ناس يفقهون اللغة العربية ففيه إعجاز بياني. جميل. وهناك أناس علماء في الرياضيات لابد أن نجد إعجازا رقميا. لابد. هناك علماء في الأرصاد مثلا يعني. والجيولوجيا. والجيولوجيا وغير ذلك لابد أن يعطيك هذه المعلومة. سبحان الله. أنا الآن سأعرض لك مثالا. تفضل دكتور. لإعجاز نبوي. جميل. كلام نبوي. صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن النظام المائي على الأرض. جميل. نعم. طيب الآن هذه كرة من الأرضية طبعا. جميل. نتأملها فقط. نعم. للتأمل، هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى مثل هذا المشهد؟ طبعا الله أطلعه على الغيب. كل شيء صلى الله عليه وسلم. هو رأى السماوات، ملكوت. نعم. السماوات. نعم. نعم. ولكن نعم. نحن نخاطب الملحدين. نعم. الذين ينكرون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم هل رأى هذا المشهد؟ طبعا. نعم. لا. نعم. نعم. هل لديه حسابات رقمية؟ صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أن يتنبأ بشيء من هذه الكرة؟ نعم. نعم. اليوم العلماء ماذا كشفوا؟ كشفوا أن في كل ومضة برق هناك مطر. هذه ومضات البرق. الله. التي نراها. نعم. نعم. البرق مترافق بالمطر. صحيح. دائما. صحيح. وهناك في كل ثانية على الكرة الأرضية 100 ومضة برق. كل 100 ثانية. ومضة برق. نعم. كل ثانية. الله أكبر. على مدى الكرة الأرضية كما نرى. انظر هذه ومضات البرق، انظر تحدث مباشرة يعني لا تستطيع أن تحصيها. لا تنقطع. في اليوم 8 ملايين ومضة برق، أي لدي أنا 8 مليون منطقة ينزل فيها المطر. جميل. كل يوم. جميل. فخلال السنة فإن الحقيقة العلمية تقول لي إن المطر لا يمكن أن يتوقف. صح؟ صحيح. كل ثانية 100 ومضة برق. جميل. إذن لدي في كل ثانية مطر على مدى 24 ساعة و365 يوم. إذن هل يتوقف المطر؟ لا. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يخبرك عن هذه الحقيقة العلمية؟
لا إلا أن يطلعه الله تبارك وتعالى. نعم. لا أنا أوجه للملحد. نعم الذي ينكر. أنا أوجه للمنكرين الذي ينكرون. إنهم يعتبرون أن النبي هو الذي ألف القرآن وهو الذي جاء بهذه. حاشا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. معك دكتور. أنا أمام حقيقة علمية أنه كل ثانية وكل ساعة وكل دقيقة هناك مطر. سواء في الليل في النهار في الصيف في الشتاء. صحيح حقيقة على كل الأرض. هذه الحقيقة لا يمكن لأحد في الجزيرة العربية أن يدركها لأنه كانت تمر سنوات لا ينزل مطر وهناك أجزاء أخرى ما فيها مطر وهم لا يعرفون أن هناك أجزاء أخرى. نعم نعم. هم يظنون أن الأرض هذه التي نعم صحيح. ثقافة ذلك العصر عندما ينقطع المطر لمدة سنة أو سنتين أو أربع سنوات لا يمكنك أن تتنبأ أن هناك مناطق أخرى لابد أن يكون فيها مطر في أطراف الأرض الواسعة. سبحان الله. إذن أصبح لدينا حقيقة علمية تقول أنه في كل ثانية وكل دقيقة هناك ومضات برق مترافقة بالمطر أثبتناها علميا. طيب جميل. النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة كيف تناول هذه الحقيقة العلمية؟ قال عليه الصلاة والسلام ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر فيها. صلى الله عليه حدد وسلم. لك أن المطر لا يتوقف على مدار 24 ساعة. هل يمكن لإنسان عادي أن يخاطبك بهذه اللغة البسيطة العلمية المحكمة؟ صلى الله عليه وسلم. أتعجب صلى الله عليه وسلم حقيقة بعد هذا. أنا يعني أقولها بملء فمي لأول مرة أسمع هذا الحديث. يعني سبحان الله. إن قلت شيئا أنتم تشعرون بما أريد أن أقوله. النبي صلى الله عليه وسلم حقا أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آتاه الله العلم الذي يكتشف منه اليوم وسيكتشف منه بعد آلاف السنين إلى أن تقوم الساعة. يقول الله تبارك وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. أنزله بعلمه. أهلا ومرحبا بكم من جديد. يتعجب المرء عندما ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. لما ينقطع المطر كان عليه الصلاة والسلام يصلي هو الصحابة صلاة الاستسقاء. ومع طلبه من ربه بنزول المطر يخبرنا كما جاء في الحديث الذي ذكره الدكتور منذ قليل في الجزء الأول أنه ما من ساعة من ليل أو نهار إلا وينزل فيها المطر. تعالوا لنستكمل هذه الرحلة الإيمانية والمزيد والمزيد من إعجازات السنة وإعجازات القرآن الكريم مع الدكتور. نرحب بك دكتور عبد الدائم المرة. يا أهلا وسهلا. الحقيقة يعني إعجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع مثل المطر. الله أكبر. فمهما بحثت فيه سوف تكتشف الكثير والكثير من العجائب. صلى الله عليه وسلم. المعجزة التي أود أن أحدثك عنها أننا اليوم نعلم من الاكتشافات العلمية ما يسمى بدورة الماء. قديما كانوا يعتقدون أن الماء ينزل من السماء ثم ينزل. لم يدركوا موضوع التبخر وكثافة الهواء وتكثف جزيئات الماء وتشكل الغيوم. كل هذه الآليات غير معروفة. هذه فقط في العصر الحديث. نعم اكتشفت بتفصيل. فمن الحقائق الثابتة اليوم أن كرتنا الأرضية ما ينزل عليها من مطر هو ثابت. هناك معدل ثابت سنوي ثابت. لأن كمية الماء التي تتبخر تعود فتسقط ثانية بتوازن توازن. سبحان الله. إذن هذه حقيقة علمية ومنطقية أيضا لأن الماء لا يأتي من الفضاء. نعم نعم نعم. إنما هو ذاته الذي يتبخر من الأرض. ماذا يحدث له؟ بفعل الرياح ودرجات الحرارة يصعد لأن بخار الماء أخف من الماء. صحيح. حتى يصل إلى أكثر من 1000 متر أو 3000 متر أحياناً فيبدأ بالتكثف. سبحان الله.
وحول نويات صغيرة جدا موجودة في الغبار في الهواء، ذرات غبار صغيرة جدا، لولاها لا يمكن للغيمة أن تتشكل. فتعمل هذه النويات الصغيرة جدا وتتجمع حول كل نوية بحدود 5000 قطيرة ماء لتشكل لك قطرة ماء صغيرة بنظام هندسي عجيب. كون تدعى هذه نويات التلقيح، لأنها تشبه كأنك تلقح هذا السحاب. الله أكبر. لذلك المطر الصناعي اليوم يعتمد على هذا المبدأ. سبحانك يا رب. يضخون مواد مثل الإسمنت وهي ضارة بالبيئة للأسف يعني. سبحان الله. فتأتي هذه الأبخرة وتتجمع حولها، وأحيانا يعني هذه العملية موجودة في الطبيعة. سبحان الله. نعم. جميل. طيب هذا الماء الذي تبخر وتكثف حول نويات تكثيف. كويس. القرآن إذا أراد أن يصف لك هذا الظاهرة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أنا أقرأها أكثر مرة كأني أسمعها لأول مرة. سبحان الله. سبحان الله. وأنزلنا إليك. نعم. إذن دقة في الوصف. ولواقح لغويا. نعم. ما معنى الدكتور؟ اللواقح كما نعلم نحن الذكر يلقح الأنثى. جميل. سواء في النخل في النباتات في الحشرات. نعم معروف. اللواقح هو سبب الإنجاب. نعم نعم. وأنت المطر حتى تنجب هذا المطر وحتى تنزل ضخات لابد من عملية تلقيح. الله أكبر. تماما نظام كوني واحد لأن الخالق واحد. الله أكبر. نعم نعم. أصبح لدي الآن حقيقة علمية تقول إن هناك دورة ثابتة للماء وهناك معدل سنوي للأمطار. سبحان الله. طبعا هناك فواقد بسيطة تخرج خارج الغلاف الجوي وأمور تدخل داخل الأرض ولكن تعود على شكل ينابيع، ولكن يبقى المعدل العام ثابت، حتى إن وكالة الجيولوجيا الأمريكية تضع لك جداول وتقول لك المعدل السنوي لنزول الأمطار مثلا 500,000 كيلومتر مكعب سنويا. سبحان الله. قد مراجع أخرى تقول 504,000 كيلومتر مكعب. كيلومتر مكعب يعني السنة ضخمة، يعني 1,000 متر في 1,000 متر في 1,000 متر، هذا 1 كيلومتر مكعب. 500,000 يعني كمية ضخمة كبيرة جدا. نعم. ضخمة جدا. نعم نعم. هذه الحقيقة العلمية هل يستطيع أحد أن يعبر عنها بكلام أفصح مما أتكلم أنا الآن؟ صلى الله عليه وفي وسلم. عصر في القرن السابع الميلادي حيث كان الناس لم يدركوا مثل هذه الحقائق أبدا. سبحان الله. سبحان الله. الحقيقة العلمية تقول إن كل عام لدينا معدل ثابت من الأمطار. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عام بأمطر من عام لا ولكن إله إلا الله يصرفه. لا إله إلا الله. ما من عام بأمطر من عام. تصور إنسان يعيش في جزيرة عربية يمكن أن ينقطع المطر عنها لسنوات ويقول هذا الكلام، ما من عام بأمطر من عام. صلى الله متساوي محمد صلى الله معدل ثابت. وفسر لك ذلك قال ولكن الله يصرفه. هذا المطر يذهب معظمه في البحار على فكرة. يعني أنا كأني طبعا رسول الله فوق مقام أساتذة الجامعة وعلماء الجيولوجيا والفلك وكأن يعني حديث علمي كلام بروفيسور يدارس يعلم أين الماء وكيف أين يذهب وكميات ومعدلات وعنده مختصر. نظريات وعنده أجهزة. ما عنده صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أمتعتنا دكتور بهذا الكلام، يعني أنا ذكرني هذا الكلام الحقيقة. نعم. أشكرك دكتور على هذه المعلومة القيمة، ذكرني هذا الحديث الشريف الذي نطق به أستاذنا ودكتورنا وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرني بقوله جل وعلا قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فكر في هذه الآية، الله تبارك وتعالى ينزل المطر بقدر ويصرفه بقدر، ولكن العجب أن يأتي النبي الأمي ليشرح
حقائق علمية لم يعرفها العالم والتاريخ والبشرية إلا اليوم. فلا نملك إلا أن نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا. قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا. ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.